اليوم في الندوة الإقليمية الخاصة بولاية سيدي بوزيد وقروان والقاسرين في خصوص التنمية الخاصة بالإقليم هذا. الموضوع هو تم دراسته على مستوى قطاعي ثم جهوي ثم في مرحلة أخرى تمت الاجتماعات على مستوى وطني في مدن الثقافة على مستوى الجمهورية. كل هذه المرحلة ما قبل الأخيرة إن شاء الله نتمنى للإقليم هذا إن شاء الله يشهد نقلة نوعية وإن شاء الله المشاريع المعطلة كلها يتم إنجازها ويتم إنجاز مخطط 23-25 إن شاء الله في أحسن الظروف. وإن شاء الله القيروان وكل أهالي القيروان من خلال إذاعة الحياة تحية لكم وإن شاء الله نشوفوها في أحسن في مراكز متقدمة بخصوص التنمية الجهوية. برنامج في الوسط الغربي، تقديم البرنامج الوطني المخطط 23-25 في ملامح الكبيرة وثم مراجعة الخطط المحلية والجهوية للتنمية بالمنطقة. يعني المنطقة بشكل خاص كنا نناقش فيها توا ومازال النقاش متواصل، عندها عديد الإشكالات خاصة المنطقة الفلاحية. دونك عندنا مشكل كبير شح المياه، دونك نفكر مع بعضنا شمل كل الآليات لاستغلال الفرص المتاحة من تحلية مياه البحر، من التريتمون تيرسير دو لو ريكوبيراسيون دو زويزي، من استغلال كل لي لاك كولينير دونك لي لاك السدود الجبلية، واستغلال كل ما يمكن استغلاله للتمكين على المدى الطويل من إيجاد الحلول واستدامة النشاط الفلاحي. شفنا كذلك نشوف بعد قليل كذلك الميزات التنافسية للمنطقة اللي لابد أن نشتغل عليها، لأنه نحب نمشي في طريق الكلاستر، كيف نستغل نقاط القوة للمناطق كي نبني عليها الاقتصاد مندمج. وعن أمل كبيرة بخص التمكين الاقتصادي، نحب ننطلقوا من تدريب والتمكين كي نبعث المشاريع، لأنه اليوم القطاع العمومي إمكانياته محدودة. الحل في النمو الاقتصادي هو عبر تنمية الريادة، ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي. النقطة ذي لأنه عجبتني برشا فعلا، اليوم احنا نحتاج إلى ثورة تشريعية، قوانين مكبلة للمستثمرين، مكبل المواطن، قانون صفقات يعني يجب مراجعته، وهناك مخطط إن شاء الله لمراجعته. مجلة الاستثمار تقريبا جاهزة، سنعرضها على مجلس النواب عن قريب، وشيء إن شاء الله فيها نقلات نوعية. ما نريد نغير منوال النمو، نمشي نحو اتجاه اقتصاد المعرفة اللي هو تأخرنا فيه. يعني عندنا شباب وطاقات ما شاء الله كبيرة جدا، نريد أن نعطي ونبني لها مناخ يمكنها من استثمار في تونس، باش نلقاو شركاتنا كما شركة أنستاديب اللي تنجح، باش تنجح تضطر باش تهاجر وتغادر التراب التونسي كما نشوفه في هجرة الأدمغة التونسية. هذا فينومين معناها تري دونجورو اللي نحن يلزمنا نلقاو ونخلقوا البيئة. إن شاء الله مجال الاستثمار اللي نناقشوها في مجلس النواب تمكننا من تغيير هذا المنوال وخلق المناخ المناسب لتسهيل إجراءات للمستثمرين، سواء كبار المستثمرين ولا صغار المستثمرين. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.